في يوم المجزرة اللي حدثت بعد قصف كبير على دارية، والنظام جاء بجميع يعني حشوده، وقد تجمعوا في ساحة الفرن الآلي حيث يطل بيتي. طبعا في هذه الأثناء نحن طلبنا الأولاد وأمهم أنه هل سيصلون إلى بيتنا أم لا. تقدم الجنود وأنا أراهم من الطابق الرابع وهم يتقدمون في الأحياء، وبدأنا نسمع أصوات إطلاق رصاص متقطع. فيما بعد علمنا أن هذه الرصاصات كانت إنما هي نحر لبعض الشباب البريء على سبيل المثال. قبل الوصول إلى بيتنا كان هناك بيت شاب أنا أدرسه، وكان هو طالب في الهندسة الكهربائي. أخذ من بيته وقيل لأمه 5 دقائق ونعيده، سنسأله سؤالين. أخذوه إلى بيت مهجور وتم إطلاق الرصاص على رأسه في الحمام على المجاري. وحدث ذلك يعني ما تكرر مع كثير من الناس الذين يوجدون في الطريق أو يؤخذون من بيوتهم ويعدمون دون أي سؤال ولا استفسار. يعني ما نعرف ما هي جريرتهم، ما هي مصيبتهم، يعني ماذا فعلوا. هم ناس أبرياء، يعني ناس أبرياء أخذوا من بيوتهم وأعدموا أو وجدوا في الطريق. طبعا عندما وصلوا إلى بيتنا بدأوا في التفتيش من الطوابق السفلي. كان هناك مجموعة من الأهالي يحتمون في قبو البناية لأن بيوتهم كانت معرضة للقصف، فآثروا يعني النوم في هذا القبو، شعروا أنه أأمن لهم. أخرج الشباب منهم وصفوا على خارج البناء على الجدار ورفعوا أيديهم للأعلى. المهم بعد حوالي ربع ساعة طبعا لم يصلوا إلى بيتنا ليفتشوا، وبالتالي ابنتي يعني أو الأولاد بشكل عام أولادي اطمأنوا وكانوا طبعا في خوف شديد أنهم لم يصلوا إلينا. اتصل بي أخي الصغير وقال لي أن هناك مجزرة في البناء في المقابل لبيتكم. داريا 26/8/2012. ونزلت مسرعا إلى قبو تلك البناية المجاورة لبيتنا، وإذا بي أصدم بمجموعة من الشباب كبيرة جدا ربما تجاوزوا 100، وكلهم متساقطون فوق بعضهم البعض والدماء تسيل منهم، كلهم عراة الصدور وهم يتراوحون بين 18 عام و 60 عام. يعني منظر لا يكاد يوصف، وما ذنبهم لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا كبش فداء. يعني النظام يتبع سياسة ضرب المربوط حتى يخاف السعيد، لم يصل إلى الشباب المتظاهرين فوصل إلى الناس الأبرياء لينكل بهم حتى يسكت صوت الحرية. طبعا تفقدنا هذه الجثث، وكان هناك 3 من الشباب إصاباتهم ليست قاتلة، علما أن الجنود حرصوا على تصفيتهم بشكل نهائي وتفقدوا الجثث، لأنهم عندما أنزلوهم طلبوا منهم أن يعروا صدورهم، أن يشلحوا عار الصدر معروف، وصفوا على الجدار. وإذ يأتيهم على اللاسلكي من الخارج أنني لا أسمع صوت الرصاص، ففتحوا الرصاص على الشباب فتساقطوا فوق بعضهم البعض. وبعد أن أنهوا ذلك قاموا بتفقد من لم يصب حتى يكملوا عليه.
المشكلة الكبيرة والمأساة الأكبر أنهم بعد أن أعدموا هؤلاء الشباب بهذا الشكل الوحشي، كان هناك أسرة تقطن هذا البناء مؤلفة من نساء وأطفال، تم إعدامهم جميعا بما فيهم طفلان عمر الواحد منهم شهر، كانوا الجميع يحضنون بعضهم بعضا. كان الجميع يحضنون بعضهم وكأنه لا عاصم اليوم من أمر الله. يعني كيف تسنى لهؤلاء الجنود أن يطلقوا النار على الأطفال؟ أحد الناجين كان في الستين من عمري، وكان في الثمانينيات جنديا من جنود النظام يقضي الخدمة الإلزامية، وقد شارك في مجازر حماة. فعندما كانوا يقودونه مع الشباب إلى قبو هذه البناية، لأنهم جمعوهم من مباني مختلفة، قال لهم: يا شباب تشاهدوا، سوف يقتلوننا. قال إنه شريط الذكريات بدأ يستعيد معه كيف كانوا ينزلون العالم ويعدمونها. وكذلك حدث له، حيث أن أولاده الثلاثة استشهدوا وهو الناجي من بينهم. طبعا بعد فترة من تجميع الجثث في مسجد أبو سليمان الداراني القريب، بدأنا بدفن هؤلاء الشباب. والحقيقة أننا كنا نخرج الجنازات صامتة، ليس خوفا من النظام، ولكن إشفاقا على الأهالي الذين لا ناقة لهم ولا جمال. بالعكس، بعض هؤلاء الناس الذين قتلوا كانوا يقولوا لنا أن هذا نظام فاجر لن يعطيكم حرية. طبعا نحن مشكلتنا أنه استطعنا أن ننصره، خزلناه، ولكن ليس بيدنا. ولكن الأمر كان إنه جبار يقول من غير رحمة. إحنا لم نتوقع كل هذا الإجرام، يعني ما لم نتوقع إنه هذا نظام، إنه هذا رئيس بلد. أنا كفرت بهذا النظام وبهذا البلد كله. تحيا الحياة فوق الأرض لا تحت الطغاة. الله
أكبر ثانية. الله.